بنظر مريض السكر في رمضان، طبعا مريض السكر لازم يستشير الطبيب بتاعه، ولازم متابعة مريض السكر أو قرار إنه مريض السكر يصوم ده مفروض يكون متاخد من الطبيب بتاعه قبلها بشهر أو شهرين عشان نبتدي نظبط مستويات السكر قبل الصيام. طبعا مريض السكر من النوع الاول اللي بيعتمد على الانسولين او من النوع التاني اللي بياخد انسولين بيبقى صعب جدا الصيام ليهم في رمضان، لانه طبعا بيحصل نوبات كتير جدا من انخفاض سكر الدم. لكن المرضى الغير معتمدين على الانسولين بنبتدي نقول لهم انه يصوموا، وده بالعكس ده بيبقى نتائجه كويسة جدا 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 معاهم، لان معظمهم بيعانوا من سمنة او بيعانوا من نقص حساسية الانسولين، وبالتالي ده هيساعده جدا ان هو يصوم. الحقيقة انه فترة الصيام هي فترة تخلص الجسم من السموم، وفترة الصيام الطويلة دي بتخلي الجسم ينتبه ان هو ينظف نفسه، عملية الديتوكس او عملية تنظيف الكبد والكلى، ومن ضمنها السموم الناتجة عن السكر وعن التهابات اللي بتحصل منه. ولذلك انا بقول انه اللي هيصوم ده هيتمتع بصحة احسن، وهنلاقي ان مستويات السكر بتاعته انخفضت. لكن برضو في نفس الوقت احنا لازم نشرط على مريض السكر شوية شروط. نمرة واحد، انه في نهار رمضان وخصوصا في الفترة ما بين العصر والمغرب لازم نخلي بالنا من هبوط السكر، عشان كده لازم يكون عنده جهاز السكر المنزلي او اي حد قريب منه عنده جهاز السكر. ليه؟ لأنه بيبتدي يشوف لو حصل انخفاض في ضغط الدم لازم يبتدي يفطر على طول، لو حس بدوخة أو حس برعشة أو عرق ساقع الكلام ده كله لازم يحصل، لازم على طول يفطر، لأنه ده فيه خطورة على حياته طبعا انخفاض مستويات السكر في الدم. طيب بعد ما بنفطر بنعمل إيه؟ لازم نبتدي نفطر برضو فطار متوازن، لازم نبعد عن الحلويات على قد ما نقدر، وحتى إذا خدنا حاجة حلوة بناخدها بكمية بسيطة ومش كل يوم علشان نقدر نحافظ على السكر بتاعنا. وجبة السحور مهمة جدا جدا لمريض السكر، وجبة السحور أهم وجبة لأن دي اللي بتحميه لحد المغرب في اليوم التاني، بنأخرها على قد ما نقدر، ممكن تكون قبل السحور بنص ساعة تقريبا، بياخد فيها سكريات أو نشويات معقدة علشان يكون امتصاصها بطيء في الدم ويكون على مدار اليوم في جلوكوز متوازن. السكريات المعقدة زي ايه؟ زي حبوب القمح الكاملة، زي البليلة، زي العيش البلدي او العيش الاسمر، معاها الفول او البقوليات لانها بتمتص برضو على مدار اليوم ببطء، بناخد معاها زبادي او لبن. طبعا الحلويات بنبعد عنها تماما في فترة السحور لانه ده هيعمل له هبوط في ضغط في سكر الدم في اليوم التالي. وبالتالي انا بقول انه لازم تكون الوجبة متوازنة. برضو شرب المية مهم جدا ليه، اذا كنا بنعمل رياضة او متعودين ان احنا نعمل رياضة ما بنعملهاش اثناء الصيام، بنعملها في فترة التراويح أو بعد الفطار بساعتين. والحقيقة أنه فترة التراويح هي من النشاط البدني الحلو جدا في رمضان، واللي بيخليه يخسر سعرات حرارية أو بيخليه يعمل نشاط بدني من غير ما يحس. فبدعو كل الناس أن هم ينزلوا يصلوا التراويح لأنه ده هيحس فعلا أنه في فرق في مستويات السكر بتاعته في الدم.